أعصابكم الله. يقول في سؤال ثالث: البيع المؤجل بغية ثمن أكثر من البيع الحاضر، هل فيه ربا؟ ليس فيه ربا، يجوز البيع حالا ومؤجلا بأكثر من الثمن الحال ومقسطا، كل هذا جائز، لأن الأصل في المعاملات الحل، الحمد لله، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. كثرة هذا الربح وقلته شيخ، هل لها حد من الآداب الشرعية أو الأحكام؟ يعني وإن كثرت الفائدة؟ هذا يتبع السعر، ويتبع أيضا يتبع السعر ويتبع المتوسط، الربح المتوسط الذي ليس فيه إجحاف بالبائع ولا ظلم للمشتري، يتوسط له المطلوب. نعم.